السلام عليكم، أنا ماريا. قبل كم من يوم اشتريت هاي اللعبة وحبيت أن أجربها أنا وياكم. هاي اللعبة عبارة عن كبسولات ملونة، وأنا محطوط إنه إذا حطينا الكبسولة بالماء بيطلع حيوان كل كبسولة شكل. شوفوا هاي أشكال الحيوانات اللي راح تطلع معنا، ونشوف كيف راح تنصنع. أول إشي راح نحط الحبة بماء ساخنة، بعدين راح ندوب الحبة، بعدين راح تصير حيوان. ويلا نبلش. ويلا خلينا نجرب نفتح واحدة. هاي طلناها، وهلا نحطها بهاي الماي، استناها لحد تدور. ياي هيها طلعت، بس كتير صغيرة. خلينا نصفيها ونحطها. كتير صغيرة طلعت، ايش هاد؟ فكرت انها بتكبر بتنفخ هيك بتصير كبيرة، بس طلعت كتير صغيرة بس حلوة. هاي على شكل ديناصور. يلا خلينا نجرب واحدة تانية. وهي حطيناهم كلهم، هلا راح نجرب واحدة تانية. هيها صارت عم تنقم شوي شوي، بتوضح. هاي نفس اللي طلناها، هلا بدنا نحط ثلاثة. طلع كنجر، ما طلع ديناصور، طلع نمر. هيا هذا أسد، فكتهم بنفشوا وبكبروا، بس طلعوا بس اسفنجة صغيرة على شكل حيوانات. فطلع نفسه كنجر. هاي صاروا أربعة نفس الإشي. هذا طلع نمر. هاي هذا واحد جديد. هذا دب. وهذا طلع معانا ايش؟ هذا دب، هذا قرد. وهيكم نكون خلصنا كل الكبسولات، وهيكم نكون خلصنا كل الحيوانات. وطلعوا الصراحة كتير حلوين، بس أنا فكرتهم أكبر شوي، بس يعني طلعوا كتير حلوين، عجبوني. أتمنى أن عجبكم هذا الفيديو، نشوفكم بالفيديو الجاي، وسلام.